تشيلسي ونوتنجهام، وان شاء الله ستيرلينج مش هيعمل حاجه. ليه؟ عشان كابتن الفرقه بتاع محمد سعدون ستيرلينج. ان شاء الله ما يعملش حاجه. واحنا مكابتنين هالاند، كله مكابتن هالاند، كابتن ياسر مكابتن هالاند كمان، وانت كمان. أيوة. كل اللعبه من كابتنها هالاند ما عدا كابتن محمد سعدون. أيوة. راح لستيرلينج. يا ستيرلينج لو عملت حاجه. لا اقول لك انت طرف، انا بحذركم دلوقتي انت طرف عشان اجيب محمد سعدون في جدول الترتيب بتاع المحللين. أيوة. لازم اجيب ايباد، مش ما ينفعش الايفون. لا 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 اسمع، اسمع والله بعد اقول لك خوفي الكره بعد الطريقه دي كلها هتلاقيه في اول الجدول. كابتن دق عليه وانا اعلم الكوان. ماشي يا كابتن، ما اخوك كابتن ياسر يعني ياسر فوق ايه محمد تحتيه. هيرد عليكم ان شاء الله بشكل مباشر، انتظروا الرد بس. ربنا يستر. ما الكره لها سيناريوهات طبعا اكيد.